اوكي، للاسف اليوم كمان ما رح يكون فلوج مثل ما انكم متخيلين ونضحك وننبسط فيه، لاني جورجيو له كمان كذا يوم الحراره ما عم تنزل ابدا، وتفاقم الوضع يعني الوجع هون كثير قوي، فقررنا ناخده خلص عند دكتور للمره الثانيه طبعا، وما عم ياكل ابدا ابدا ابدا. ما عم تنزل حرارته؟ الحراره ما عم تنزل ابدا ابدا ابدا، هلا بس عم نحاول ننزله شوي ليقدر يروح على المشفى وهيك. اوكي، بس على فكره هو كان هلا موسم مرض، يعني حسيت انه كل الناس حوالينا مرضانين، مع انه ما عم نشوف حدا ولا حدا عم يشوفنا وما عم نختلط بعالم، بس كان كثير صغير فبيساع من الشباك. هو سمعت الفيروس بيساع من الشباك كثير من صغير، من كثير ما صغير. بس على فكره انا زعلانه من جوج، زعلانه منك كثير، لا انت وعدتني ما بتمرض بس او تصح بسرعه. مرضت وما صحيت بسرعه والحراره ما عم تنزل. شو هيك اتفقنا؟ خلص انا ما نسيت منها. يا جماعه، مثل ما شفتوا جورجيو كمان اليوم مرضان، هي صار له 3 او 4 ايام عم ياخذ دواء التهاب وعم ياخذ خوافض حراره، لكن الوضع على الأسوأ عم بصير بصراحه، فرح نرجع نروح هلا على الدكتور وان شاء الله يلتقى حل، او هو غالبا انه يغير له الدواء يعني. ده يجيب له الجاكيت. اوكي، اعطيني الجاكيت لبسه. حاسه راجع مثل بيبي. انا بلبسه. شوفي وجع بطن؟ وجع ما تعمل كرتي تحتك مثلا. في وجع بطن باب؟ هو المراجع مراجع على البطن. بدخل ماما يكون سائل البطن الايام. هلا بابا بيحملها. يلا فكش. يلا. مصفر على فكرة وجهه. اوكي، لأخبركم شغلة، انه جورجيو بالعادة كل ما يمرض في دكتورة كتير بحبها، هي الدكتورة اللي كانت وقت ولادته، يعني هي اول دكتورة بحياته واخر دكتورة، ما دخل دكتورة تانية بحياته. الدكتورة بسوريا، هي الدكتورة بسوريا، هو بحبها كتير وكل ما يروح لعندها بيصح فورا، هو قد ما بحبها نفسيا يعني. فامبارح لما مرض المساء رح فرجيكم، حط لكم صورة هون المحادثة، رح سمعكم سوا الفويس. تمام اسمع. حبيبي جورجيو كيفك؟ أنا زعلانة لأنك أنت مريض، إن شاء الله تطيب أسرع وقت. أنتوا هلأ وينكم؟ قدرتوا تشوفوا دكتور كويس؟ أنا للأسف هلأ حتى سمعت المسج، ماما بابا كيفه؟ لا بس صورتك كتير حلوة. نحن بسوريا ماشي حالنا، عم نشتغل ولا صار الطقس حلو؟ احكيلي شو صاير معك، وإذا بقدر ساعدك أنا رح أرجع عيد. احكي لي شو صاير معك، إذا بقدر ساعدك عن طريق التليفون يمكن أقدر ساعدك. وهي بوسات مني لإلك وكمان مني للماما والبابا. حبيبة قلبي، سلم عليهم كتير كتير. باي باي حبيبي. اوكي دكتورة، هلا يمكن ما بعرف اذا عم بتشوفنا او رح تشوف هيدا الفيديو، بس رح نقول لك انه عن جد جورجيو كثير بحبك، وطبعا نحن اشتقنا لك كثير. اكيد. وقال لي جورجيو امبارح انه بس ننزل على سوريا انا بدي روح زورها للدكتورة هلا قبل ما امرض، او بلا ما امرض بدي روح زورها. اتفقنا؟ يلا انت بس بتقولوا بس فوت لعندها بتمسك على صيت السوري. ليكو تنعنش هلا، والله تنعنش هلا، هلا سمع صوت تنعنش. ليكو فاهم من الصبح بيقول لي انه ردت علي الدكتورة هلا، ردت علي الدكتورة هلا، فردت عليك الدكتورة هلا. اتفقنا خلص رح نصح. تقبرني. يلا يلا يا ماما مشي. مين ما بيلبق له المرض؟ انا. مين بده يضحك هو مرضان؟ مين بده يضحك هو مرضان؟ انا. برافو يا بطل. بتعرفوا شو عن جد ضيعان هالجو الحلو يلي عم بيروح على البشرية كلها، يعني ايه بلش الجو يصير كتير حلو، وعن جد لازم بقى يعني يا رب يا رب دخيل اسمك تخلص هي الازمة كلها ونرجع لحياتنا الطبيعية. والله العظيم يعني عن جد تعبنا، يعني تعبنا كتير. كيف تعبنا؟ يعني نشكر الله على كل شيء فينا، غيرنا تعبان اكتر بكتير، بس انه الواحد مشتاق لحياته. يقبرني نفسيا، لك يقبرني اللي بيعرف يحكي، لك انت الحياة، انت الروح، انت القلب.
بتعرفوا انه بالفيديو الماضي نحن غسلنا السياره وليكو شكل السياره رجعت غبره ليكو شكل السياره ما عم صدق. اوكي بتتذكروا يوم اللي عملت له لجورجيو شوربه؟ هيدا من يومين تقريبا. فمن يومتها لهلا جورجيو ما اكل ولا شيء، يعني بياكل وبيروح الاكل براجع. ف لهيك الله يستر هلا شو بدك انا دكتورة. عم اقول بده كوسه محشي شو رايك؟ يعني مو معقول جورجيو قاعد ما قادر ياكل هيك، قال له بابا بتاكل كوسه محشي؟ طبعا الحكي لك يا جاره اسمعي كنا شو بيقولوا لك، هي نفس الشيء تماما، يعني انه عم يسمعني كوسه محشي ما في ليصح جورجيو لتعرف، يعني لو بدهم يخربوا الكوسايات من جوا لاني الالتهاب، يعني عم ياخذ دواء التهاب بس الالتهاب زاد بدل ما يخف، وحلقه هون الوزو كبروا اكثر يعني، فعن جد الله يستر. يلا ان شاء الله صار في نقطه فيها الاكل. شو صار في نقطه بتساعد رسومه لا ينوقف فيها الاكل؟ لا حبيبي يلا ان شاء الله. شو؟ ايه على فكره الدواء اللي عم ياخذه جورجو كثير ثقيل بنسلين، فبس هون اللوز هيك صايرين كثير كبار لدرجه عن جد عقول جورجو بتمرق بس جرثومه صغيره، يعني ما في محل يلي يتنفس ما في محل. ف هي قد ما قلنا لك صوت يا الله رجع صوتي. هلا صوتك تحسن مام؟ فتحت المطاعم. ايه فتحت مطاعم لكم بسرعه. يلا مشوا عازمتكم على المطعم. لا. مطعم اكل الهوا. ايه ناكل هوا سوا. اوكي يلا وصلنا هلا عند دكتور وطالعين. ابو شروش جهز حالك، ضحكه تفاؤل ضحكه. يلا خذوا الاسلحه معكم. صح اوكي لازم نحط صحي اسلحتنا. خليكم هون انتم يا رب دخيلك تخلص الأزمة يا رب. يلا ليتس جو ليتس جو بنفسي نفسي بنفسي. المشكلة بالحرارة انه بس ترتفع الحرارة بيصير بيبرد، لهيك لابس جلد جاكيت جلد ومانو بردان، يعني مانو مشوب. تخيلوا يعني مانك مشوب ماما لاني عم تجي برديات. ابو جوج بس تصح بدنا نجيب لك لعبه، شو رايك لو قال؟ يس. شو اللعبه؟ ما بدي لعبه لك. هلا هلا اوكي انه جوجي بيصح لو اي بيمرض انا لاني ايفون 11 برو. مين بده يحمل هالحمله؟ اوكي نحن حاليا صرنا بالاسانسير طالعين عند الدكتوره، بس ما بعرف اذا في صور فوق يعني. اخ ماما شكرا حبيبي. لا اخذين موعد ناطرين فان شاء الله ما يطولوا علينا. هلا تعليم بتنام وجوجي بينام. هلا بنشوف ضحكه. طبعا هون النطره محل العالم المرضاني هون. كم كيلو حاسس راسه؟ 200 كيلو. 200 ماما بابا. لا بابا راسه مثلا 0 كيلو لاني هو المخ، هو سبب انت مخ كبير فالوزن هون. هون مخ يوك ما في مخ. انت يعني بلا مخين. كيف انت اخذت واحد بلا مخ؟ انت بلا مخين. تفرجوا تفرجوا طالعين. ليش حاطه الكمامه مثل حاطه لقاطه شعر على انفه؟ ليش؟ يعني زبطيها هيك. ليكي جوجي كيف نازله؟ ايوه لجوا. ايوه هيك ايوه كبسية مفتوحه ليك. ايه بس هلا هون كبسية. ايوه بس تتذكر مرة لما كنا بالمشفى انه لعبنا لعبة انا وانت؟ تعال هلا بدنا نلعبها تمام؟ ممنوع نقول ايه او لا، بدنا نحكي حكي عادي. ما رح تلعب؟ بدك تلعب؟ يلا. كيفك شو اخبارك؟ شو عم تعمل؟ فايت عن دكتور؟ صراحة لازم تفوت. لازم تفوت؟ لأنه مرضان كثير كثير. مانك مرضان؟ شو ماني مرضان؟ مانك مرضان؟ لا مرضان. لا مرضان. خسرت خسرت على فكرة بالاي او لا. ايه يعني لازم نقول ايه او لا. ايه بتسهل كل الحكي عن جد. شفتوا شفتوا يا شباب شفتوا يا عالم. نزل نزل فيديو جديد لنا. اوكي شكرا شكرا. روح احضروا ما بعرف اي فيديو. هذا فيديو من اكثر حدا. هذا فيديو اليوم يلي ما حضروا يروح يحضروا. مامي موزين. Good and finished. Thank you.
Thank you very much. Okay, أخذوا له دم من هون. وجعتك؟ أوكي. في حرارة. مامي شو تحت ضحكة ضحكة أنا ما عم بتبين الضحكة تحكي مامي. اوكي حاليا خلصنا من عند دكتور. الشيء اللي صار انه غير له الدواء الانتبيوتيكي اللي كان عم ياخده بعد تحليل الدم اللي عمله، وكمان عطاه لائحة بالاشياء اللي مفروض ياكلها والاشياء اللي ما مفروض ياكلها او يقرب منها بهي الفترة، وكمان اذا استمرت الحرارة خلال يومين وضل عم بيراجع جوجو المفروض يروح على المشفى ويبقى هنيك كم يوم يعني. الله لا يقدر يصير هيك شيء. طبعا جوج رح تكون قوي صح ماما؟ لا ماما رح يكون اقوياء. يعني تخيلوا انه واحد ياجا انه كول بس كول والموضوع كثير محلول. اوكي فهي المشكلة ما عم بيقدر ياكل يا قلبي، يعني عم بيوصل الاكل لهون هو بيبلعه فما عم بيقدر، يعني يمكن لاني هون الوزن مسكرين، بس هلا اذا الله راد رح يصير احسن على الدواء الجديد. ف رح نروح على البيت اعمل له شوربه لابو الجوز. شو رايك بالشوربه؟ لابو اللول كمان بدك تعملي له. شو بدي اعمل لك؟ ما بعرف شو بده. مشغلين يا ماما المكيف. بدك محشي؟ في اكله هيك سمعان فيها بتبلش بحرف الكوسه محشي. كوسه محشي قبل ما جوجي يطيب ما في. لا عن جد رح يمرضني يا جماعه، والله العظيم رح يمرضني. كله انا ما بحب كثير بحبها. لا لا خلص لا لا عيونك رح ننطرك جوجي الله يوفقك رح ننطرك. لا رح ننطرك. بابا بتحبه ولا لا؟ قرر معك 3 ثواني لتقرر بتحب الكوسه ولا لا؟ بحبها اكيد بحبها وانا ما فيني اكل بلا جوجي. ما كثير بحبها. يا جماعة صار عندي فوبيا. هلأ في مرق واحد أنا فاتحة الشباك، مرق واحد وعم بيسعل. حسيت روحي طلعت من محل لأنه شو هاد، يعني لأمتى رح نبقى هيك نخاف من بعض؟ عن جد صارت البشر تخاف من بعضها وكل واحد حقه. يعني حتى أنا يمكن بس أمرق هذيك مرة فتت على محل كلهم بعده هيك، حسيت حالي أميرة فايتة. هي ما أنا أميرة، أنا حسيت حالي جرثومة على جرثومة يعني. انت كمان بتحسي العالم كمان بحسوا حالهم مرسومه؟ ايه كله هيك بحس حاله، صرنا جراثيم جنب بعض. بس انه عن جد لازم ننتبه. هلا الوضع عندنا تقريبا عم يرجع مثل الاول، يعني المحلات عم تفتح، العالم عم تنزل بالشوارع طبعا ضمن حدود وقوانين كثير صارمه، بس رغم هيك يعني العالم كثير لازم تنتبه. لاني صدقوني يعني حتى اذا رجعنا لحياتنا الطبيعيه لازم ننتبه لوقت ما يطلع فيه يا لقاح يا دواء، خاصه لقاح. يعني اذا ما التقى لقاح للمرض ف يعني المرض موجود مهما كانت يعني القوانين ورجعت الحياه ما رح ترجع غير اذا التقى لقاح. فكثير انتبهوا على حالتكم وعلى صحتكم، صدقوني الصحه هي اهم شيء بالحياه. انا هلا قالوا لي خد مليون دولار بس ما بتصح او صح وما بتاخذ شيء بصح وما باخذ شيء. طبعا شو بدك تعمل بالمليون دولار من اذا ما فيني اعمل فيها شيء انا وماما. هلا لؤي نزل يجيب الدواء لجورجيو، ف ان شاء الله يا رب يكون على هيدا الدواء، يعني متفائله انه ما نصير بالمشفى وما يصير بده سيروم ويرجع ياكل ويرجع مثل الاول ان شاء الله يا رب. فدعوا لنا. اعطيني هيك نقطه نقطه عرفتي؟ هل كنت هون؟ هوت نص ليكو جنسكي بياخد دواء اثنين بابا لأنه هو سبب. يا جماعة بيجي اليوم خلاص يتقبرني. لا بابا أستا ما خلص أستا نقلم شو عمرنا رزونا عطت وغير بخلص. يا جماعة رجعنا على البيت طبعا مثل ما شفتوا جورجيو أخذ الدواء ونشكر الله ما استفره، فإن شاء الله يا رب بيكمل الوضع هيك. إن شاء الله يا رب. يعني هو المفروض هاليومين، وطبعا ردت علينا الدكتورة بسوريا وقالت له أنه لازم بيومين. أوكي موبايلك إذا شفتي هالفيلم دكتورة ف كتير كتير شكرا لك عن جد كتير شكرا. اشتقنا لك كتير بس عن جد ان شاء الله يا رب يعني بس ننزل على سوريا بيكون أكيد نجي لعندك بس مو مرض يعني نجي زيارة لعندك ان شاء الله يا رب. انتبهوا على صحتكم لان صحتكم هي اهم شيء. اكيد اهم من 1000 مصاري. مامي شو بدك تقول لهم؟ ايه هاي رابع مرة بقولها يا جماعة، يعني اذا يا جماعة اذا عرضوا عليكم بليار دولار بس تضل لا بس تضل مرضان او ولا نقطة مصاري، ايه انت بتشتغل وقتها لتاخدها
بس بتضل هيك بصحتك؟ بصحتي ومرتاح. لا بضل بصحتي ومرتاح بعدين بجمع. ليش انا اذا هلا معي مليار دولار انا ومرضان شو بدي اعمل فيهم؟ وين بدي اعمل فيهم؟ وين بدي العب؟ ما فيني العب بالعاب. ما فيني اكل من برا. يعني لازم نشكر الله على شو؟ كل شيء. اوكي يا جماعه عن جد احيانا بنفكر انه صحتنا هي الشيء الطبيعي وهي الشيء موجود عند الكل، بس صدقوني الصحه لازم نشكر الله عليها. لو اليوم بدي شو؟ طب حاسك مثل عم يعمل نشره اخبار. ما نشره اخبار بس عم خبرهم والله العظيم. يا جماعه في حدا ما بيعرف انه الصحه اهم شيء؟ ايه في كثير عالم ما في حدا ما بيعرف لما بتكون الصحه علينا بنفكرها هي شيء عادي. ايديك يلي انت عندك ياهم. طيب هلا شو رايك فيهم الكاميرا؟ مفكرين شيء عادي. خلينا نعمل تجربه. هن مانن شيء عادي والله. تجربه. في ناس ما عندها ايدين، في عندها ايه ناس ما عندها لسان، وهيدا شيء كثير. تجربه واحده، خليني اكسر لك ايدك وعلق لك اياها برقبتك لنشوف انه راح تحسي بالفرق ولا لا. لؤي والله بدي شوتك يا جماعه. شكروا ربكم على كل شيء، على كل شيء بحياتكم. بعد هالمحاضره القيمه من تالين يا جماعه، اكيد هلا كلكم عرفتوا موضوع الصحه واهميته. يا جماعه فيديو اليوم خلص. عم تمسخر علي ماما شيء. شكروا ربكم. اوكي خلص. اكيد يا جماعه شكروا ربكم. يا جماعه فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون اكيد ما رح يكون عجبكم، بس انه يعني حبينا نشارككم جزء من شوفوا باقي الفيديوهات. عندنا فيديوهات جنان كثير، يعني ما وقفت على هيدا الشيء. يعني هيدا اليوم فلوج من حياتنا. على فكره انتم انتبهتوا انه كثيرين هلا في موضوع مرض للاولاد، يعني ايه انا حسيت حتى اليوتيوبرز في كثير ناس انه كثير ناس انه عندها اولادها مرضانه. الله يشفي الجميع. يعني شو هلا اجى فيروس جديد للاولاد. ايه والله. ف اخ قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، ويا جماعة اشتركوا بقناة العيلة قناتي. باي.